عندنا مبادرة زي مبادرة ابدأ. مبادرة ابدأ دي بالمناسبة من أجمل ومن أحلى المبادرات. بتساعدك في إنهاء أوراق لو في أي تعقيدات، بتساعدك في التمويل لو في حاجة، بتساعدك في التقنين وفي دراسات الجدوى وفي التسويق، تعمل لك اللي ابدأ دي حلوة حلوة يعني. طيب تحت مظلة مبادرة ابدأ، وبالمناسبة أنا شفت مشروعات ابدأ في الدقهلية، ياه ما شاء الله. ولما تشوف صحاب المشروعات دي بيشكروا ازاي لما كنا في افتتاح المنصورة الجديدة، والله العظيم بكلمك بجد. طيب تحت المظلة دي اللي هي مبادرة ابدأ، انشاء اول مصنع تصنيع صمام امان الغاز في مصر. طيب طاقته الانتاجية قد ايه؟ 15 مليون صمام تاتش وود. طيب التكلفة الاستثمارية تصل الى قد ايه؟ 7.6 مليون دولار. من المقرر افتتاحه خلال امتى؟ 3 سنين؟ لا. سنتين؟ لا. سنة؟ لا. 5 أشهر. ابريل 2023 بإذن الله هتلاقي المصنع شغال. معانا على التليفون أستاذة دينا الدليل، المدير التنفيذي لمبادرة ابدأ. أهلا 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 أهلا، ونشكركم على كل الشغل ده. أهلا، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ تمام الحمد لله، يعني احنا اللي بنشكر حضرتك طبعا. لا خالص خالص خالص، على ايه؟ ده واجبي اولا، وانتوا اللي بتستحقوا الشكر بصراحه في هذه المبادره، في كل فريق المبادره بصراحه. انا عايز نتكلم على موضوع المصنع الجديد بتاع صمامات امان الغاز، وبعدين هسالك بقى كده كام سؤالين على جنب برضو متعلقين بابدا. اتفضلي يا فندم. خلاص تمام، احنا ماضينا عقد اتفاق مساهمين مع شركه كوبراسي. شركة كوبراسي دي شركة أسبانية التابعة لجروب اسمه مونراجن، ده من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمام أمان الغاز. هنعمل أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر، احنا حاليا كنا بنستورده بنسبة 100%. هتبقى الطاقة الإنتاجية زي ما حضرتك قلت 15 مليون صمام، ومن المقرر إن شاء الله إن احنا نفتتحه في شهر 4، وده هيكون بالشراكة مع شركة فاش وشركة العربي. فده برضو يعني دي من الحاجات اللي بتبسطنا جدا، ان احنا نقدر ان احنا نجمع متنافسين في نفس القطاع في نفس الشراكه. بس وده هيكون اول مصنع زي ما قلت لحضرتك للتصنيع صمام امان الغاز، ويعني دي من الحاجات طبعا اللي احنا بنستهدفها ان احنا نوطن الصناعات المغذيه. يعني دي طبعا بتقلل في الفاتوره الاستيراديه، احنا حاليا بنستورد بتقريبا 20 مليون دولار، فده برضو هيوفر يعني مبلغ كويس في الفاتوره الاستيراديه. طب انا عندي سؤال، هل الطاقه الانتاجيه اللي هي 15 مليون صمام دي لتوفيه احتياج محلي، ولا لجانب من الاحتياج المحلي، ولا وارد انه المصنع ان شاء الله يبدا يشتغل على تصدير لدول مجاوره في المنطقه؟ وارد ان احنا نشتغل على التصدير، بس احنا بيكون هدفنا الاول ان احنا يعني نستوفي احتياجات السوق المحلي، وبعدين يعني نتجه الى التصدير ان شاء الله، بس طبعا في خطط للتصدير. حلو جدا. طيب انا وانا بتكلم كنت بقول ابدا بتشتغل مع الناس او مع المستثمرين في كل شيء، من اول انه ازاي هاقنن، ازاي اخلص اوراقي، ازاي اقدر اشتغل على تسويق المنتج الى اخره، وايضا حسب ما سمعت وصحينا وانا غلطان بتساعد حتى في ايجاد الاستثمارات او التمويلات المشاركه في المشروع، صح كده؟ ده حقيقي، ده حقيقي، وفعلا يعني احنا مثلا احنا في اتفاقيات ابتدينا ان احنا بنابروتش مثلا شركه عالميه، وونس بنبتدي بنعمل اتفاقيه مع الشركه بيبتدي الشركات المنافسه بيكون سهل بقى ان هي ايه تبتدي ان هي تبقى عايزه تخش السوق المصري. فلا طبعا احنا بنعمل ان احنا نلاقي الاستثمارات سواء يعني في مصر او حتى مع الشركات العالميه. حلو جدا. طب اذا افترضنا ان هناك مستثمر مصري مثلا عاوز يعمل، هنفترض بسبب الازمات اللي حاصله دي، مصنع زيت، مصنع للزيوت، زيوت الطعام، بس حجم الاستثمار بيبقى ضخم جدا في النوع ده من المصانع، يعني بيبقى عشرات الملايين من الدولارات. اوكي، ابدا تقدر تشتغل معاه ازاي لو هو كل هذه السيوله مثلا مش متوفره معاه؟ هقول لحضرتك، هو احنا يعني برضو بحكم ان احنا بنشتغل مع كل القطاعات وبنشتغل مع مصنعين كتير قوي، وبنشتغل يعني حتى مع
في المشروعات الكبرى، المشروعات المتوسطه والصغيره متناهيه الصغر. فاحنا مثلا في حاجه زي كده ممكن ساعات يعني ايه بنبقى اوريدي مثلا شغالين على اتفاقيه مع مستثمر مثلا كبير، بيجي مستثمر صغير فبيبقى في فرصه ان هو مثلا يخش في نفس الديل. يعني حضرتك فاهم قصدي؟ يبقى شراكه مع المستثمر الاكبر، حتى لو كانت هتثبته هتبقى 2% بس يخش جنبه. بالظبط بالظبط. ويبقى في زي تحالف مستثمرين. وفي نفس الوقت بالظبط، وفي نفس الوقت احنا في المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر يعني احنا بنوجههم برضو للجهات اللي تقدر تديهم التمويل لو المشكله في التمويل، زي مثلا البنوك، زي جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره، ف يعني برضو بنقدر نساعد طبعا في الحته دي. ممتاز، خلي الناس تتشجع وتبدا تشتغل وتصنع كده، كفايه لنا استيراد. انا اشكرك جدا 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 كل الشكر دينا الدليل، المدير التنفيذي لمبادره ابدا.